تروح للتشامبيونز ليج. والنهارده معايا واحد من نجومها وابطالها، وتحديدا في نهائي 2005، النهائي الشهير اللي جمع بين ليفربول والاي سي ميلان، واللي نجح فيه ليفربول في تحقيق واحده من اصعب واهم واغلى الالقاب، بطوله 2005 في اسطنبول. طبعا نجم ريال مدريد السابق وليفربول السابق انطونيو نونيز هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بشكره شكرا جزيلا على مشاركته وموافقته على الظهور معنا، وارحب بيه على شاشه الاهلي في السادسه. اهلا وسهلا بيك. اشكركم جميعا ومسرور لتواجدي معكم. يعني في قبل ما اتكلم على نسخه الشامبيونز ليج السنه دي، يعني في موسمين سابقين اتقابل فيه ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري الابطال، كنت بتشجع مين وكانت ميولك لمين اكتر؟ حسن، كانت مباريات كانت تضم فريقين أعشقهما كثيرا، وأنا سعيد للغاية لمن يفوز سواء ريال مدريد أو ليفربول. ولكن علي أن أقول أيضا أنني منذ الصغر أنا مشجع لريال مدريد، ولهذا ريال مدريد هو فريقي المفضل دائما. فرص مين أكبر من وجهة نظرك؟ مين اللي ترشحه أو الفرق اللي ترشحها؟ مش هختار فريق واحد أو مش هحدد فريق واحد، مين الفرق اللي حظوظها كبيرة لتحقيق لقب تشامبيونز ليج في الموسم الحالي؟ أعتقد أن لا يجب أن نخرج من حساباتنا مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبالطبع ريال مدريد، ربما بايرن ميونخ، برشلونة، الفرق التي تتنافس بشكل دائم على البطولة، وليفربول أيضا. أعتقد أن البطل لن يخرج منهم. إزاي بتشوف بداية وانطلاقة مشوار الريال يعني البطل في آخر نسخة اللي هيقابل النهاردة سيلتك خارج ملعبه؟ هل تتوقع أنه الريال قادر على تقديم عرض قوي وبداية المشوار نحو المنافسة على البطولة بقوة، ولا قد يجد بعض المعاناة سواء على مستوى مباراة النهاردة أو على مستوى لقاءاته في مجموعة؟ نعم، أعتقد أن ريال مدريد يمر بفترة طيبة، يلعب كرة قدم جميلة. في المباريات الأولى للليغا في هذا الموسم أظهر أنه قوي، فريق قوي، على الرغم من أنه فقد لاعب مهم مثل كاسيميرو، ولكنه في المقابل جلب لاعبين يقدمون مستوى رائع ويقدمون ما عليهم داخل الملعب. أعتقد أن ريال مدريد فريق قوي ومتماسك في الوقت الحالي، وسيبدأ بشكل قوي في هذا دوري الأبطال هذا. بمناسبة موسم الريال، في ناس كتير يعني بتشوف أنه فلسفة الريال في التعاقدات اختلفت، يعني دايما كانت أهداف ريال مدريد هي أهم وأكبر الأسماء على الساحة الكروية، وفي أجيال كتيرة جدا كان بيضم الريال عدد كبير جدا من النجوم. الفلسفة دي اتغيرت في المواسم الأخيرة، ويمكن الموسم ده واضحة جدا. نجم زي تشواميني طبعا نجم مميز جدا ولكنه مش من نجوم الصف الأول، روديجر ما هياش الصفقة الجماهيرية بشكل كبير جدا. بتشوف ده ازاي؟ وبتشوف هل الصفقات الجديدة ممكن توصل الريال للتتويج برضو في الليجا والشامبيونز ليج ولا لا؟ أعتقد أن نعم، أعتقد هذا. في السنوات الأخيرة كما تقول الريال لم يبرم صفقات من العيار الثقيل، أسماء كثيرة كما فعل في السنوات السابقة مثل كريستيانو رونالدو أو ديفيد بيكهام أو زيدان، ولكن الإدارة ذهبت في الوقت الحالي أو في السنوات الأخيرة لأسماء أقل نجومية ولكنها تنضم وتندمج داخل المجموعة وتلعب داخل الفريق بشكل قوي، سواء على مستوى الليغا الإسبانية، الدوري الإسباني أو دوري الإبطال، يلعبون سويا منذ سنوات وهذا هو الأهم. طيب، انتقالا لليفربول ومشواره في البريمير ليج ومشواره أيضا في الشامبيونز ليج، بس قبل ما أتكلم على البطولة خليني ارجع معاك ل 2005، واسترجع معاك ذكريات لقب دوري الابطال اللي حققتوه على حساب الميلان، وانت كنت واحد من المشاركين في تحقيق اللقب ده.
ناس كتير جدا بتسال ايه اللي حصل بين الشوطين؟ شوط اول لصالح الميلان انهاء بنتيجه 3-0، الكل توقع انه اللقب ذاهب لمدينه ميلانو، ثم حدثت ريمونتادا لم تكن متوقعه وحقق ليفربول واحد من اغلى القابه، ايه اللي حصل في الفتره اللي بين الشوطين؟ إنه سؤال لقد سألوني كثيرا عن هذا الأمر، كثيرون يريدون يعرفون ماذا حدث داخل غرف الملابس بين الشوطين. حقيقة الأمر المدرب أجرى العديد من التغييرات التكتيكية الخططية، أعتقد أن هذا هو الأهم ما فعله، وهو نقل الفريق فكرة أن المباراة لم تنتهي، والتغييرات التكتيكية التي نقوم بها ستساعدنا أن نتخطى أخطاء الشوط الأول ونعود في النتيجة، ونقل للفريق الثقة لكي نبدأ الشوط الثاني بالإيمان بأننا قادرين على العودة في النتيجة. الهدف الأول أيضا كان مهم للغاية لأنه جاء في وقت مبكر من الشوط، ولكي يكتسب الفريق الثقة، وتدريجيا الفريق استعاد الثقة ونجح في العودة في النتيجة. أعتقد أنه كان في التوقيت ده رافا بينيتيز، هو طبعا المدرب الأسباني الشهير، هو اللي بيقود فريق ليفربول. نعم صح صحيح. طيب خليني أشوف أو أرجع تاني ليفربول، حقيقة اللي يمكن قدم مواسم أكتر من رائعة مع يورجن كلوب، نجح في الوصول لنهائي دوري الأبطال في 4 مواسم 3 مرات، نجح في التتويج بيها مرة واحدة، نجح في تحقيق لقب البريمير ليج. إزاي بتشوف بدايات الليفر في الموسم الحالي اللي تبدو أنها يعني فيها شيء من المعاناة، وهل تتوقع أنه يقدر يكمل مشوار سواء في المنافسة على البريمير ليج أو على لقب تشامبيونز ليج؟ أعتقد أن الحفاظ على المستوى كما فعل ليفربول على مدار سنوات عديدة أمر صعب في كرة القدم، أن تنافس بنفس المستوى وبنفس اللاعبين. اللاعبون لم يتغيرون كثيرا، الفريق نافس على ألقاب عديدة وهذا ليس أمر سهل. المدرب قام بعمل كبير من خلال الحفاظ على نفس كثافة اللاعب بنفس اللاعبين على مدار سنوات. أعتقد أن هذا العام هناك تغير في المستوى بعض الشيء، وحقبة هؤلاء اللاعبين بدأت في الانتهاء. هناك لاعبين مهمين خرجوا مثل ساديو ماني، ولكن هناك لاعبين مهمين آخرين في الفريق قادرين على صناعة الفارق وتحقيق النجاحات مع الفريق. أعتقد أن من المبكر أن نحلل حظوظ ليفربول هذا العام في المنافسة على البطولات، رغم أنه لم يبدأ الموسم بشكل جيد ولكنه قادر على التحسن. هناك هامش كبير للتحسن من أجل تحقيق نفس النجاحات سواء على مستوى البريمير ليج أو دوري الأبطال. رأيك في ميركاتو ليفربول، أهم الصفقات اللي ممكن تبقى مؤثرة، وخصوصا طبعا يمكن بنتكلم على الصفقة الأخيرة، انتقال أرثر ميلو من اليوفي، نجم البرازيلي طبعا من اليوفي لليفربول. أرى أن انضمام أرثر ميلو لليفربول صفقة مهمة للغاية، وسيقدم مستوى كبير مع ليفربول. يبدو أن أعتقد أن خروج ساديو ماني في البداية أظهر للبعض أن الفريق قد يكون ضعيفا بعض الشيء، ولكني أعتقد أن ليفربول سيعود، والصفقات التي أبرمها ستنضم سريعا داخل الفريق وستندمج مع الفريق لكي يقدم الفريق المستوى الكبير. أعتقد أن الصفقات كانت متقاربة للغاية في المستوى. رأيك في صفقة أرثر ميلو، وهل تشوف أنه ممكن يصنع الفارق، يضيف لخط وسط يعني مدجج بالنجوم في فريق ليفربول؟ وسط ملعب ليفربول متكامل، أعتقد أنه متكامل، يضم لاعبين كثيرين، وأرثر ميلو سيحسن كثيرا من جودة
خط الوسط في الفريق الذي هو بطبيعة الحال قوي للغاية. أعتقد أنه لاعب مهم للغاية وسيصنع الفارق. رأيك في مشوار محمد صلاح؟ الحقيقة يمكن أرقامه بتعكس أنه الحقيقة واحد من أساطير ليفربول. شايف مشواره إزاي وشايف قدرته على الاستمرار والمنافسة على لقب هداف بطولة البريمير ليج في الموسم الحالي إزاي في وجود نجوم يعني كتار زي هالاند طبعا، زي هاري كين، زي كريستيانو رونالدو، زي أنتوني البرازيلي اللي انضم مؤخرا للمان يونايتد. إزاي بتشوف صلاح مع ليفر؟ أعتقد أنه بدون شك هو أحد أفضل لاعبي البريمير ليج دون أدنى شك، وأثبت هذا على مدار السنوات الأخيرة. أعتقد أنه أهم لاعب في كتيبة ليفربول، ويظهر دائما التفاني والالتزام تجاه الفريق. هو لاعب يحافظ على مستوى من التواضع ولكي يقدم أداء أفضل في كل موسم وفي كل مباراة. هو أحد أهم لاعبي الفريق في هذا الموسم تحديدا، وهذا لم يغير من تصرفه ومن سلوكه من داخل الملعب أو من تفانيه مع الفريق. هو يقدم مستوى كبير وعمل كبير، وأعتقد أن هذه هي الشخصية التي يمتلكها والتي تثبت أنه لاعب كبير، وأنا متأكد أنه سيواصل الحفاظ على نفس المستوى. لعبت في أسبانيا مع ريال مدريد، واحد من أكبر وأهم أندية على مستوى العالم، ولعبت في إنجلترا مع ليفربول، واحد من أقوى إن لم يكن بالفعل أقوى مسابقة دوري على مستوى العالم. إيه الفرق بين الاثنين وإيه الأفضل من وجهة نظرك، الليغا الأسبانية والبريمير ليج؟ أعتقد أن البريمير ليج بطولة لنسق كبير للغاية، نسق عالي بشكل دائم، وما يلاحظ داخل الملعب عندما تنتقل من الليغا الإسبانية إلى البريمير ليج هو نسق اللعب. هذا هو الاختلاف، نسق المباريات أكثر، هناك أكثر بدنية، هناك أكثر هجوم أكثر على الدفاع على مدار المباراة. في البريمير ليج، في الليغا يتم البحث دائما عن تمركز الكرة، النسق أكثر بطئا. في البريمير ليج هناك الحكام يسمحون أكثر بالالتحامات واللعب البدني والقوي، ولهذا اللاعب الذي يأتي من أسبانيا يلاحظ هذا الفارق عندما ينتقل إلى إنجلترا، وهذا هو الفارق الأكبر. بمناسبة الكلام عن إنجلترا وأسبانيا، خليني أبدأ بأسبانيا. الحقيقة يمكن سنين طويلة عاش فيها متابعين وعشاق الليغا على حالة الصراع اللي موجودة بين برشلونة وريال مدريد، واللي كان بيمثلها أو بيتوجها في النهاية كريستيانو رونالدو في الريال وليو ميسي في البارسا. هل من وجهة نظرك أن الثنائي أو الصراع اللي حاصل في الموسم ده بين ليفاندوفسكي وبنزيما ممكن يرجع نفس حالة الزخم، نفس حالة الجذب لبطولة الليغا في أسبانيا؟ ومين الأفضل من وجهة نظرك، ليفاندوفسكي ولا بنزيما؟ حسنا، أعتقد أن هذين اللاعبين كريستيانو رونالدو وميسي صنع حقبة ستكون تاريخية في كرة القدم وليس في على مستوى إسبانيا فقط، ومن الصعب إيجاد لاعبين آخرين يتنافسان بنفس الشكل ويمثلان الكثير ويعنيان الكثير لكرة القدم أو للليغا الإسبانية على وجه التحديد. أعتقد أن الليغا الإسبانية ستحتاج لسنوات كثيرة من أجل إيجاد لاعبين بهذا الحجم وبهذه التنافسية والأرقام. بالطبع ليفاندوفسكي وبنزيما لاعبين كبيرين ويجعلان فريقيهما أكثر قوة، ريال مدريد وبرشلونة، ويجذبان الجماهير للليغا الإسبانية، ولكن في نفس الوقت لن يكون الأمر بنفس المستوى كما كان يحدث بين كريستيانو وميسي، ولكن سننتظر سنوات عديدة لنرى منافسة بهذا الحجم بهذين اللاعبين. مين الأسماء اللي ممكن ترشحها أو تشوف فيها أن هم هيكونوا امتداد لاسمين زي كريستيانو رونالدو وليو ميسي في السنوات القادمة من وجهة نظر أنطونيو نونيز؟
من الصعب معرفة هذا الأمر، ولكن على الأرجح مبابي، كيليان مبابي وهالاند في الوقت الحالي وبالنظر لعمرهما الصغير هما يقدمان مستويات كبيرة وقدرة هائلة على التهديف، قدرة مذهلة. هالاند كان قرأت إحصائية في يوم ما تتحدث عن أن اللاعب وصل إلى 100 هدف بأقل عدد من المباريات. نيمار، ميسي، كريستيانو، إنه اللاعب الأسرع الذي وصل إلى 100 هدف، ولهذا هو يمتلك قدرة هائلة على التهديف. وبالنظر للسنوات القادمة أعتقد أنه ومبابي سيكسران الكثير من الأرقام. أنطونيو نونيز، نجم ريال مدريد ونجم ليفربول، شكرا ليك على مشاركتك معنا في السادسة، وكل التوفيق طبعا لريال بما أنك من مشجعينه في بطولة